قصر الثقافة والفنون في أربيل ينظم معرضا تشكيليا هو الأوسع من نوعه، وبمشاركة 38 فنانا تشكيليا من مختلف أنحاء العراق، وبالتعاون مع منظمة تضاد، وذلك على قاعة بلقامش في المركز الأكاديمي الاجتماعي بعنكاوة. لمتابعة التفاصيل ابقوا معنا. افتتح فعاليات المعرض نقيب الفنانين في إقليم كردستان هيوا سعادي والقنصل الفلسطيني نظمي حزوري ومدير قصر الثقافة والفنون في أربيل ديليار حمى. تضمن حفل الافتتاح عرضاً لمجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي تناولت مواضيع متعددة تعكس التنوع الثقافي والفني العراقي، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من عشاق الفن والمهتمين، حيث أتيحت الفرصة للتفاعل مع الفنانين المشاركين واستكشاف رسائلهم الإبداعية التي تجسد قضايا مجتمعية وإنسانية. هذا العمل اللي هو من تراث الجنوب، تراث الجنوب اللي يوحي لمرأة رافعة صدر على رأسها، وكانت عندنا بالجنوب هاي منتشرة الملابس والزي نفس الباقي. يسعدني أن أشارك في المعرض اللي يقام في محافظة أربيل، وطبعا هاي المشاركة تقريبا الخامسة، وانا خلصت اكاديمية الفنون الجميلة يعني زمن فترة طويلة، لكن التقيت بالعمل الاداري والان عدت الى ممارسة اختصاصي الدقيق. تستهويني رسم المرأة والبورتريت، طبعا استعمال الالوان الزيتية، وارجو النجاح الشامل لجميع المشاركين بالمعرض. شكرا على حسن الاستقبال والضيافة. عمري 17 سنة، شاركت بخمس لوحات وهذا تاسع معرض لي، واخذت شهادات هواية. اجيت من كركوك لهنا على مود اشارك همينة، وانا اصغر مشاركة هنا. حظي المعرض بإقبال واسع من الجمهور، بما في ذلك المهتمون بالفن والنقاد والشخصيات الثقافية، وأعرب الحاضرون عن إعجابهم بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، وأشادوا بجهود الفنانين في تقديم أعمال تعكس الواقع العراقي بعمق فني وبعد إنساني. أشكر قصر الثقافة والفنون في أربيل لدعوتهم الكريمة لزيارة هذا المعرض الجميل والمتميز بلوحاته والفنانين، وحقيقة بادرة طيبة لنشر الثقافة والفنون وتشجيع الفنانين في قيام بمعارض عديدة ونشر الوعي الثقافي لدى الفنانين. هذا المعرض السنوي الأول خلينا نقول في عنكاوة في المبنى الأكاديمي الاجتماعي بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في أربيل، وبالتعاون أيضا مع دائرة المبنى الأكاديمي الاجتماعي. عدد الفنانين 40 فنان من معظم محافظات القطر، من محافظات البغداد وبغداد والناصرية ودهوك والموصل والكود، مدارس مختلفة، لوحات مختلفة. يعني إن شاء الله يكون معرض ناجح، إن شاء الله يكون المعرض ينال رضا الجميع، وأشكر الجميع على تعاونكم وعلى الجهود اللي بذلتوها لإنجاح هذا المعرض بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في أربيل. وهذا الجمع الغفير من اللوحات المختلفة والمتباينة في أفكارها وطروحاتها هي تعبير عن الفن الجميل الذي يضفي البهجة والسرور على هذا المكان وعلى الأماكن الأخرى. والتضافر ما بين الأجيال، يعني هنالك أجيال رسامين أو فنانين قدماء إلى حد معين، وهنالك فنانين يعني بتجارب جديدة. هذا التظاهر وهذا الإحساس وهذه الناس هو بحد ذاته يعني دعوة للفرح ودعوة للجمال ودعوة لتأكيد أن الحياة يجب أن تستمر. شهد المعرض حفلا تكريميا تخلله العديد من الكلمات الترحيبية، منها كلمة قدمها مدير قصر الثقافة والفنون في أربيل، والتي أكد خلالها على أهمية هذه الأنشطة في إدامة زخم النشاطات الثقافية. حقيقة أنا أشكر جدا جدا شكري جزيل الشكر، وأنقل
تحيات السيد مدير عام دائرة العلاقات الثقافية، كان وده هو يحضر، بس تعرفون ضرب فرقات وعمل وشغل. وأيضا نقول تحيات معالي وزير الثقافة إلى كل الحاضرين، وأشكر جدا طبعا شو عمل الفريق التعاوني بين، يعني أنتم شفتوا اليوم تعاوننا ثلاث جهات، طلعنا ببادرة خير وطلعنا بعمل، أتصور عمل كان أكثر من رائع. في ختام الحفل قدم قصر الثقافة والفنون في أربيل شهادات شكر وتقدير على الفنانين المشاركين، في لفتة تؤكد على أهمية دعم وتشجيع المواهب الفنية العراقية.